الحمد لله. احنا دايما بنقول دور النادي الاهلي اكبر من كون دونه رياضي، يعني دوره مجتمعي، يعني لازم تكون مشارك في اي تفاعل اجتماعي، سواء مع الانديه الاخرى، مع السفارات اللي هي بتمثل دول كبيره اوروبيه واسيويه وافريقيه. فالنادي الاهلي دايما الحمد لله، يعني يمكن لسه امبارح كان البروتوكول تعاون مع يعني وزير التعليم دكتور طارق شوقي في تخصص وفي مجال معين تعليمي. النهارده اهو مهندس خالد طبعا، وتنظيم بطوله كبيره زي دي فيها دول من كل القارات، ده يعني بيوطد علاقات النادي الاهلي مع كل الدول المختلفه، وده اعتقد بينعكس بالايجابيه سواء على النادي او على اعضائه او على جماهيره. وبرده حاجه سياحيه طيبه جدا لمصر ان كل الاجانب والممثلين في السفارات يكونوا موجودين النهارده في تنظيم جميل زي ده، وان شاء الله كل يكون سعيد بيه باذن الله. هو ده بالظبط، ان ده دور النادي الاهلي، هو دايما يعني يكبر يعني كاكبر نادي في مصر وافريقيا، ان هو الفاليو السياحيه بتاعت مصر لازم النادي الاهلي يشارك ويساهم فيها، في حتى على الاقل في الناحيه الرياضيه كسياحه رياضيه. يعني ده بنحاول نعمله من خلال تنظيمنا للبطولات المختلفه، من خلال تنظيمنا الاحداث الكبيره وعالميه زي دي. على هامش ده الناس بتيجي وبتتبسط وبتتفاعل مع الناس اللي عندك في النادي، وبتعمل لهم جولات سياحيه خارج اطار البطوله. كل ده دور مهم قوي للنادي الاهلي يعني.